السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ انا عندي قاعدة التورتاية دي مقاسها كبير، فقلنا نستغلها ونعملها فكرة. طبعا انتوا عارفين الاعداد التورتات اللي احنا ذوقناها قبل كده. طبعا عندي القطع من الكرتون دي، هقص منها 4 رجول، يعني هبدأ احط القطعة كده واقص واقص لحد ما اوصل لايه، ل4 رجول. طبعا انا مش عايزه اضيع وقتكم، هقول لكم الفكره على طول. وبعدين بصوا بقى، انا عايزه الطبليه، هنعمل طبليه ازاي منال، هقول لكم دلوقتي. يعني انا مثلا دلوقتي ايه، هقص الايه الفكره بتاعتي، هاخد القطعه دي، انا عايزه الطبليه بتاعتي تبقى مظبوطه اهو. هقص معاكم القطعه دي بحيث ان انا عايزه القرصه بتاعت الطبلية تبقى بالمنظر ده. شايفين الفكرة؟ انا كده ظبطت دي على الطبلية بتاعتي، تمام كده اهو، عايزاها بالمنظر ده. فهنبدأ بقى نلف الايه، طبعا قاعدة التورتاية اهي زي ما انتوا شايفين. وهنبدأ نقص بقى كده اهو، بحاول ان انا اوسع شوية عشان انزل بيها من الاطراف اهو. وممكن بقى فوق تحطي بقى يعني اي حاجة، او من تحت اهو نحط اي حاجة ونشغل الفضلات اللي احنا هتطلع دي، مش هتغلبنا ولا هنرميها اهو. بنطلع فضلات من الورق، وبنطلع فضلات من الطبيخ او الجلاش، ونرجع نحطه فيها تاني، تمام كده. هبدأ بقى اشيل الاستيكر بتاعنا واحطه بقى على الايه، القعدة التورتاية بتاعتنا، واحاول ان انا اظبطها. بصوا انا عايزاها تبقى مظبوطة، تمام كده اهو. وابدأ بقى اشيل القطعة اللي ايه ما اتلزقتش، انا شلت الورق منها بس ما شلتش كله اهو، شايفين؟ هيبدأ يتقطع كمان. يا عم اطلع يا عم بصوا انا عايزة اعمل طبلية ما يكونش فيها جفوهات وما يكونش فيها عيوب، تمام كده اهو. نبدأ نخلي الطبلية بتاعتنا اهو اهو، نبدأ نريحها كده اهو، ونثبت بالشمع اهو. انا عايزه طبليه. ممكن بقى احط القطعه اللي انا خلعتها منها دي اهي، واقفل بيها الظهر لو انت عايزه توفري. وممكن نحط الطبليه كلها بالايه، بنفس الخامه اللي احنا شغالين منها اهو. بصوا انا ما فصلتش الفيديو عشان تشوفوا ان الحاجات دي بتبقى غالية جدا، بس ما بتاخدش منك وقت اهو. بصوا الفكرة جميلة وسهلة اهو، نقدر نعمل طبلية باقل الامكانيات بدل ما نشتريها وتكلفنا اهو. والله انا مش بخيلة بس زوجي مش بيعترف بالحاجات الهبلة دي، يقول لي قولي نجيب اكل شرب، لكن الحاجات الهبلة اللي ما بتأكلش عيش دي ماليش دعوة بيها. طبعا انا بحب الحاجات الهبلة، كل حاجة هبلة انا بحبها، بتسعدني اهو. بصوا اهو، بصوا حاجات بسيطة بس غيرت معالم قعدة التورتاية، حتى لو انت يعني عايزة تعلقيها كده شكلها جميل، تمام كده. ونبدأ بقى نجيب اللي احنا قصيناه، ممكن نعمله في الظهر، وممكن نعمله يعني انا بفكر اعمله ايه، القطعة دي لو انا عملتها للرجل، بصوا هتاخد الدوران ده كده كده يعني. ممكن استنى هقول لكم على الفكرة اهي، مثلا
بصوا هنلفها كده اهو كده، هتاخد مثلا الدوران ده اهو، اهم من الشغل ضبط الشغل، احنا عايزين نظبط الشغل بتاعنا تمام كده. هجيب بقى القطعه بتاعتي اهي اهي، هاخدها كده يعني، ممكن اقسم دي على اتنين اهو عشان نبقى ايه نظبط الشغل بتاعنا تمام كده اهي. طبعا خلاص بحاول اشيل اللزق ده، بصوا انا عايزه يبقى لها زوايد عشان حاجه إيه، ان انا لما الفها كده هقدر اخلي الرجل من جوه ما تبانش، يعني ما يبانش ان انا عامله كرتون اهو. بصوا لما اقفل عليه كده ما يبانش ان انا عامله الرجل بتاعتنا من الكرتون اهو، شايفين الفكره. انا حبيت اعملها معاكم اهو، طبعا هنلزق الاربع رجول بالمنظر ده، بس انا بفكر اعمل حاجه اداري بيها القاعده بتاعت الطبليه بتاعتنا، يعني هعمل حتى ولو بصوا فكره كده اهي عشان اقدر اغطي بيها الايه المنظر بتاعنا اللي هو بتاع قعده التورتايه، ونشيل الزياده برضو تمام كده اهو. هنبدا بقى نمشي بيها كده ونلف اهو، شايفين الفكرة. هنا بقى طبعا بصوا انا بلزق الرجل اهي، عملت ثلاث رجول، فاضل الرجل ايه الرابعة اهو. بصوا بحاول ان انا اشيل الجلاد من عليها واعملها قدامكم عشان يبقى، بصوا ممكن ادخل ده كده اهو، شايفين، وهنا برضو هدخل، هو كده كده بيلزق اهو شايفين، وابدأ بقى بمسدس الشمع اغرز الايه الشمع بتاعنا اهو في الرجلين كده اهو. هي الفكرة بس ان انت ايه تعرفي ولادك إيه شكل الطبلية بتاعتنا زمان اهو. انا كنت بقعد تحتي يعني تحتي كنت برمي يعني الاكل اللي انا مش عايز اكله بحطه تحت الطبليه، مفكره بقى ان هما لما نشيل مش هيشوفوا انا عامله ايه تحتيها. طبعا انا كنت بتخلص من الاكل، ما كنتش بحب الاكل اهو. بصوا شايفين بنحاول ان احنا نتك عليهم، وهنا بقى بصوا شكل الطبلية بتاعتنا، شايفين الشكل. عايزة بقى احط لها شريط البونبون ده، هاجي عند الاحراف دي بره اهو وهلف مع الطبلية بتاعتنا بشريط البونبون ده اهو، شايفين. هو انا عندي الفرنشة بس انا عايزة لقيت ان شريط البونبون ارق، بصوا اهو كده هيبان قدامكم اهو. شايفين الفكرة، شايفين الطبلية بتاعتنا. ايه رأيكم، ايه رأيكم بقى لما الفها لكم كده؟ بصوا شكلها حلو قوي اهو، بس انا لسه بثبت فيها، بس انا حبيت اوريكم الفكرة عبال ما الف بقى الشريط لكل الطبلية. هنا بقى لقيت دي طريقة للزق الشريط بطريقة اسهل، ان انا بلفه اهو وهي الطبلية مقلوبة، شايفين اهو اهو
حاجة تفرح الولاد ومنها برضو يتعرفوا على التراث القديم. يعني كارما بتسألني يعني ايه طبلية يا تيتا، قلت لها يعني السفرة بتاعتنا زمان، كانش عندنا سفرة فكنا بنقول الطبلية، طبعا من نسي قديم وفات. شايفين الفكرة اهو، همشي بقى معاها كده، انا بحاول ارفعها كده عشان اوريها لكم. وده طبعا الكرتون اللي احنا قصينا منه الفكرة اهو، ودي طبعا قاعدة التورتاية اللي عملنا بيها الفكرة اهو. بصوا خلاص احنا كده، دي اخر قطعة اهو، هبدأ ان انا اثبتها كويس واقص الزيادة اهو. تمام كده، حبينا برضو نعمل الرجلين برضو كده فينيش، مفيش مشكلة. عايزه اوريكم الرجل لو احنا حطينا لها الايه الاستراس، هنزلها شويه عشان تشوفوها اهو، اهي الشمع بيلزق في ايدي. ممكن يعني اعلى بيها شوية عشان ما تضايقش في الوقفة اهو، هعمل برضو هنا كده اهو. بصوا الفكرة سهلة وبسيطة جدا، وهتعرف ولادنا أفكارنا زمان وكنا بناكل على إيه أهو. أنا يعني حاولت إن أنا أعلى بيها شوية عشان ما تضايقش في إنها تقف، تبقى واقفة معوجة شوية. لاحظوا برضو إن إحنا بنعمل من الكرتون ومش رجل حقيقية ولا حاجة اهو. فاضل لنا رجل واحدة اهو. طبعا الاشغال اليدويه دي مش قادره اقول لكم بنبهدل الدنيا ازاي. انا بحاول ان انا يعني استنى لما الدنيا تروق عشان اقدر اعمل، وبعد كده بفضل قاعده للصبح، ده ما خدتش المنوم يعني عشان اقدر ان انا اروق زي ما كنت الحاجه رايقه اقدر اروقها تاني. ومشكلة بقى ان حد يعرف ان انتي بتعرفي تعملي حاجة، خلاص خدي اعملي لنا طبلية، خدي اعملي لنا اي حاجة، المهم نستغلك وخلاص اهو. بصوا بحاول بقى ان انا ايه اثبت اكتر الشغل طبعا اهو، انا عايزة الطبلية تبقى جامدة ومتينة جدا اهو. تمام كده، ونبدأ بقى نعدل الطبلية بتاعتنا الجميلة دي اهي. شايفين فكرتها اهي، فكرة حلوة وبسيطة وسهلة، ونقدر نحط عليها بلح، نحط عليها اي حاجة، وعملنا طبلية بطريقة سهلة وبسيطة. شايفين جمالها حلوة قوي اهي، شايفين. اتمنى الفكرة تعجبكم وتجربوها وتحطوا عليها البلح بتاع رمضان، وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، باي باي، سلام عليكم.